دعا فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان في خطبة الجمعة بجامع الفاتح الإسلامي إلى الصبر على البلاء والوباء الذي أصاب العالم والإيمان بقضاء الله وقدره والأخذ بالأسباب للوقاية والتصدي لهذا الوباء الذي يجتاح العالم. معكم اليوم هذه الوقفات الشرعية لأخذ الدروس والعبر من هذا البلاء والوباء الذي حل وأصاب العالم بأسره. الوقفة الأولى عند انتشار الأوبئة المعدية والأمراض، يجب على المسلمين أن يؤمنوا بقضاء الله وقدره ويحسنوا ظنهم بربهم ويتأدبوا مع خالقهم، فلا يتبرموا ولا يسخطوا، بل يتجملوا بالصبر ويبصروا في الوباء والمرض منحاً ربانية وفضلاً عظيماً. إنه ينبغي على المسلم المريض المبتلى أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى ولا ييأس من الشفاء، فالشفاء بيد الله تعالى وحده، فليتضرع وليلتجئ ولينكسر بين يدي الله تعالى، فإن الله سبحانه قريب لا يرد سائلاً.